فالبنت ما استحملتش ان الست عماله تقول كده وهي ما عندهاش اي حاجه اي حاجه، فابتدت تبكي بس مش راضيه تطلع صوت علشان الست ما تاخدش بالها انها بتعيط عليها. يعني بنت خادمه جميله كده لذيذه كانت بتنزل تزور الناس الفقراء وبالذات في منطقه بني سويف وبيبه وكده، فراحت عند واحده ست فقيره دخلت بيت الست. الست عندها يجي مثلا 80 سنه. الخادمه بتقول لقيت البيت ما فيهوش حاجه خالص، على الطوب الاحمر حتى ما فيش محاره، وكل حاجه ناقصه في البيت، يعني ما فيش اي نوع من الادميه في المكان ده. فدخلت للست عادي وقالت لها يعني المفروض هي تقول لها لو محتاجه تقرا لها كلمه من الانجيل وتشوف لو هي محتاجه حاجه تساعدها فيها. فالست تحت خط الفقر بكتير قوي يعني، فبتقول لها ازيك يا امي؟ قالت لها انا اشكر ربنا انا في نعمه كبيره قوي ونعمه يسوع بتحاوطني. و راحت البنت في سرها قالت هي فين النعمة دي أصلا بقى؟ ده حتى يعني مفيش أي شيء يبين إن في حياة أدمية هنا يعني. فالبنت راحت يعني بطريقة كده ظريفة قالت لها أنا مبسوطة إن أنا أتعرف عليكي. فراحت الست قالت لها وأنا كمان فرحانة قوي إن أنا أشوفك، صحيح مش قادرة أشوفك بعناية لأني عامية لكن شايفاكي بقلبي. فالبنت جالها شوك إن الست اللي قدامها دي مش شايف ما بتشوفش، واتصدمت يعني، لكن لا ما حاولت ما تحسسهاش إنها يعني اتصدمت أو زعلت عليها. فراحت قالت لها أنت أجمل ما شاف قلبي صدقيني. فراحت الست قالت لها فضلت تقول ورا بعض ورا بعض اللهم ارحمني أنا الخاطي يا رب اغفر لي خطيتي يا رب اقبل ضعفي، وبتقول اللهم ارحمني أنا الخاطي عبدك الخاطي ورا بعض ورا بعض بترددها كتير. فراحت البنت قالت لها يا أمي قولي لي أنت بتصرفي منين؟ أنت عندك ولاد؟ قالت لها لا ربنا ما ادانيش ولاد، بس ربنا عنده كتير وهو واخد باله مني، انا عايشه في نعيم عايشه في بركه لان هو ربنا ما ادانيش ولاد لكن اداني الستر وهو ساترها عليا، انا مش محتاجه اي حاجه خالص، انا في خير مش عارفه اوديه فين يعني. انت عارفه يا بنتي اصل ربنا ده طيب وحنين قوي وعمره ما يسيب الناس خالص وعمره ما يسيب ولاده فهو دايما معايا. فالبنت قالت لها طب قولي لي لو في علاج ناقص؟ قالت لها يسوع ما بيخليش العلاج ينقص، اول ما العلاج يبتدي يخلص يجي لي علاج تاني، يسوع يبعت لي العلاج التاني اللي بعديه، وعمري ما العلاج ناقص ولا اقل خالص. وقعدت تقول تاني اللهم ارحمني انا خاطي. فراحت البنت قالت لها ان شكلك بتحبي قوي الايه دي. قالت لها عشان انا خاطيه والوحيد اللي بدون خطيه هو سيدي يا رب يسوع المسيح، هو ده اللي ما عندوش خطيه. عارفه يا بنتي انا بصحى على خيره وبنام في حماه، ده انا عايشه في نعمه كبيره قوي وقلبي دايما مليان بالفرح علشان يسوع في حياتي. فالبنت ما استحملتش ان الست عماله تقول كده وهي ما عندهاش اي حاجه اي حاجه، فابتدت تبكي بس مش راضيه تطلع صوت علشان الست ما تاخدش بالها انها بتعيط عليها يعني. فلكن الحقيقه كانت الست فعلا شايفاها بقلبها، قالت لها ما تعيطيش يا بنتي، وهي مش شايفاها اصلا بس هي شافتها بقلبها وقالت لها ما تعيطيش يا بنتي انت يسوع بيحبك قوي وهيفرح قلبك. فالست الخادمه ما عرفتش تعمل اي حاجه خالص غير انها توطي تبوس رجلها وتبوس ايديها وتبوس راسها وتاخد بركتها لانها حست انها ست قديسه خالص. لكن الست قعدت تقول لها يا بنتي اوعي ما تاخريش عليا، انا فرحت بيكي قوي وفرحت بمعرفتك وقلبي فرح لما شافك، بتعالي تاني علشان اشوفك تاني، طبعا هتشوفها بقلبها يعني. فالبنت الخادمه دي مشيت وهي عماله تقول لربنا انا زعلان من روحي قوي يا رب، انا عمري ما شكرتك على حاجه، انا دايما بتذمر على كل حاجه. الست دي ما عندهاش حاجه وبتشكر وعايشه في نعمه وفرح، ده اللي بيجيب لنا الانبساط والفرح جوه القلب، الفرح ده بيجي لنا من جوه مش من الحاجات اللي عندنا والحاجات اللي حوالينا. يعني تلاقي ناس كتير قوي تبقى زعلانه على حاجات كده وعماله تبكي وكده، لكن ابكي على انك ما بتقدمش لربنا كل الحب، لان الناس دي كلها تحكمنا في يوم الدين، الناس القديسين دول اللي حوالينا واحنا مش داريين بيهم هيبقى فضايلهم باينه قوي لما نبقى واقفين قدام يسوع. انت ابكي بس ابكي على نفسك وابكي على تقصيرك في محبه ربنا، هو يسوع بيحبك قوي، شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، يعني حضني وانا نايم، حتى وانا نايم هو حضني، فيسوع معايا في كل وقت كل لحظة مش سيبني خالص، سندني سندة عجيبة عمره ما خذلني، لكن أنا اللي دايما بغزله ودايما أدور على حاجة ناقصة عندي علشان أتبطر وأقول له ليه يا رب تعمل كده. إحنا محتاجين نتعلم إن إحنا نشكر وإن إحنا نحس بالفرح الداخلي اللي ربنا حطه في قلبنا، لأن ده أهم كتير قوي من الحاجات اللي بره.